تعلم بنيتي يا رب يا رب يا رب. وفقني النهاردة يا رب يا رب. وفقني النهاردة يا رب. وفقني في اختبارات الشرطة يا رب. انت العالم بنيتي. انا ما بشتريش هدوم يا عبيط، انا بشتري بني ادمين، بشتري رجالة توقف قدامي وعينيها في الأرض. اللي يفكر يرفع عينه أو ما يبقلوش عازة أقدر أمسح بيها أرض البلد. لو مش عايز تبيعها تأجرها منك. يا هتلر بيع الأرض دي، بتوكل فوق لأربعين نفر، يعني مش هينفع لا بيعها ولا أجرها. يا عم الحاج انجز، بدل ما نرموك براها ونقولوا لك بقت أرضنا. مصعب كلم عمك السيد زين. يحفظك ربنا هتلر بيه. بقول لك انا ملاحظ ان احنا الوحيدين اللي مش حالقين في الطابورين. الصعايده ما بيحلقوش. يا كريم يا رب. الصراحه يا عم انا جاي استاذنك انت وابويا ان نقدم في الكليه الحربيه. هنعيده تاني يا منصور؟ هنعيده تاني؟ الارض هنسيبها لمين؟ اخواتك البنات يفلحوا فيه؟ استهدى بالله يا فخر، استهدى بالله. بدل ما تفرح له انه عايز يدخل العسكريه، وبعدين المزارعين كتير حل كيسك، فكها على نفسك وعلى عيالك، الكفن ملوش سياله. زين يا بت تقولي حضره الضابط زين، ارفع من روحي المعنويه بشريني. ايه وكل نفسك منك ليه بتعمل افرض الحاج سيد؟ احنا حرس هتلر بيه، موقفنا على الارض بنحرسها. ما شاء الله هتلر بقى بيه وبقى عنده حرس كمان. هات السلاح ده. هات. صور ايه؟ هتعمل ايه يا زين؟ يخرب عقلك يا زين؟ مدام فريدة، تعرفي واحدة اسمها مدام سلافة؟ سلافة؟ لا ما... لا ما اعرفش حد بالاسم ده خالص. بس احنا بنراجع المكالمات الأخيرة بتاعت جوزك، تقريبا كده كان بيكلم واحدة اسمها مدام سلافة بشكل يومي. يعني بعد التحريات اللي اتعملت عرفت ان هم متجوزين. صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك الأستاذ مجدي؟ أيوة فندم. أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن اللوحة دي، كان جوزي اشتراها من عندكم من سنتين تقريبا.